مرحبا بحضراتكم، والفقرة الأولى من البيت الكبير النهاردة معنا الناقد الرياضي المتميز دائما واللي بيشرفنا دائما في البيت الكبير، وبصراحة بنكون سعداء دائما بآرائه الجريئة، الناقد الرياضي ومدير تحرير جريدة الأهرام الأستاذ محمود صبري. سكر. إيه رأيك؟ الحمد لله بتضحك. الحمد لله استاذ محمود بتضحك. ان شاء الله انا خير. كل ما اشوفك بتفائل بصراحه. ان شاء الله خير باذن الله. فان شاء الله خير. هنبدا بالحدث يمكن الابرز دلوقتي على الساحه الرياضيه، كره كاس العالم لكره اليد وتالق منتخبنا امام سلوفينيا. انت لسه بتقول لي اتفرجت على المباراه وما كنتش قادر اتحرك ولا يمين ولا شمال. لا لا لا، مباراه يعني احتبست فيها الانفاس حتى الثانيه الاخيره، يعني مباراه صعبه جدا، مباراه يعني عاوز اقول تقطيع الهدوم النهارده. شفنا احمد الاحمر تقطع التيشيرتات لا والحكم يعني انا مستغرب برضو، يعني اتقطع تيشيرت احمد الاحمر واتقطع يعني شفايفه اتقطعت او اتفتحت هنا او مناخيره ودم نازل والحاجه ولا مش متاثر. حكم الماني ده ما اداش حتى يعني ايه على اعتبار هم متعودين طبعا. الدوري الالماني دوري قوي طبعا، كره اليد دوري طبعاً. يعني دوري تقيل جدا من الدوريات المميزه في اوروبا، واوروبا هي اللي بتلعب كره يد، يعني لما نجي نقيم في المشهد كله في العالم اوروبا هم اساتذه في صحيح. ويمكن كمان الطيار كان معانا مداخل بيقول لك يمكن احنا سعداء ان احنا كمان بنكسب فرق اوروبيه، يمكن على مستوى كاس العالم اللي فات كان امريكا يعني لما تيجي تقيس في افريقيا مثلا تتكلم على طبعا منتخبات مصر تونس الجزائر معاهم انجولا دلوقتي الدول العربيه برضو قطر البحرين قطر السعوديه يمكن ما ظهرتش المره دي على يعني مثلا مفاجاه الارجنتين مع كرواتيا مفاجاه حتى ان مدير فني الكرواتي خلاص اعلن انه خلاص يعني بعد المباراه دي انه لما يرجع يستقيل من بسبب طبعا الهزيمه او خروج مفاجاه. لا طبعا مفاجاه غير متوقعه، لكن النهارده عاوز اقول انه برهن المنتخب الوطني على عزيمه والاصرار، وانه ما فيش حاجه اسمها مستحيل في الرياضه. ما فيش مستحيل طالما في نفس، طالما انت بتقاتل وبتبذل مجهود. كلنا اصيبنا بالاحباط في الشوط الاول بعد انتهاء فرق 4 أهداف لصالح منتخب سلوفينيا 12-8، والمنتخب كان بعيد في الشوط الثاني. سبحان الله الوضع تغير تماما، تركيز كبير جدا، وكان يعني فرصه قريبه جدا ان احنا ننهي المباراه بالفوز، كان يعني لكن إرادة الله طبعا قبل كل شيء يعني، لكن التوفيق تعادلنا تأهلنا، ده الشيء المهم بالنسبة لنا ان احنا من ضمن الثمانية الكبار، ده خطوة مهمة. البطولة بطولة صعبة، عندنا يعني برضو توالي وضغط المباريات على طول كله على المنتخبات، لكن برضو يعني مش عاوز اقول خبرات، يعني احنا مدينا خبرات. استعدادك للبطوله خلي بالك يا استاذ محمود، استعدادك للبطوله كان في اطار ضيق جدا. لا مش عاوز اقول ايه، انت لم تستطيع في ظل الظروف دي احد كورونا تستعد، وراك عامل برنامج 36 مباراه طالبهم عشان ياهل المنتخب للمونديال، ما لعبش حاجه اهو. اربع مباريات يعني، هو يمكن ايه ظهور المنتخب في مباراه في امم افريقيا في تونس وتاهله برضه لاولمبياد طوكيو كان برضه على فكره كان من المفاجات، لان تونس متمرسه وهي بطله افريقيا 10 مرات، احنا كنا ننتزع اللقب من تونس في ملعبها، فده في حد ذاته كان تحدي وتصميم كبير جدا، وارادت يعني وتوفيق ربنا سبحانه وارادت اللاعبين وقوتهم كانوا حاضرين بقوه. انت النهارده عملت يعني مباراتين مهمين جدا، كسبتهم امام روسيا وبيلاروس، وعملت مباراه كان متوقع، كان متوقع انه سلوفينيا منتخب مش سهل من المتابعه ومن الكلام اللي عليه، عارف انت اللي بتقول ايه سلوفينيا يعني الناس خايفه وقلقانه. احنا لو انت لاحظت في ادائنا في المباراتين بتوع الدور الثاني كنا دايما بننهي الشوط الاول متقدمين الفرق من 5 إلى 7 أهداف، المفاجاه ان هي فاجئتك، لانه عندهم بصراحه 2 لاعيبه على الدايره رهاب جدا، اللي هو قطع هدوم احمد احمر مرتين، ده عندهم حارس المرمى حارس مرمى رهيب، وعندنا احنا حارس مرمى عندنا 2 اسمه عصام الطيار بسم الله ما شاء الله، وكمان صحيح. كريم هنداوي. لكن عاوز اقول لك ايه، لا في مستوى متطور، يعني مش عاوز اقول فيش مستحيل يعني، عندنا قدرنا نعمل مباراه كبيره، قدرنا نوصل للدور الثاني، خطوه مهمه جدا. احنا بننتظر حاليا مين اللي هنقابله في الدور الثاني. هو السويد خلاص طبعا، السويد دلوقتي عامله دبل سكور مع روسيا فاعتقد يعني حظنا هيبقى الدنمارك. وعلى فكره يا جماعه الدنمارك دي دايما كانت طريقنا في الفوز، يعني لما فزنا في 93 كان الدنمارك نقطه في مشوار، في اول بطوله خدنا بطوله عالم 93 الشباب كانت نقطه مهمه جدا ان احنا بعد حتى في مواجهات منتخبات الشباب والناشئين الدنمارك علامه مميزه في كره اليد في العالم وفي اوروبا بالذات، فاعتقد انه هتبقى مواجهه
الكل بيقول ان الدنمارك ما لعبش لغايه دلوقتي مع منتخب قوي، كل المواجهات بالنسبه لها هنشوف المواجهه هتبقى ايه. عندنا اصرار، عندنا عزيمه، عندنا فرصه. المباراه بتنتهيش غير مع صفاره الحكم. هنواجه فريق عنده ميزه كبيره جدا في الدفاع وميزه شرسه جدا في الهجوم. هتلاقي الدنمارك يعني بطل العالم. يعني فانت يعني انك تلعب معاه مباراه ومواجهه يعني فيها اصرار، ده ممكن ان شاء الله يوصلك باذن الله تعالى. مش عاوزين نقول انه هيبقى هي مباراه صعبه، لكن مباراه صعبه مش علينا بس، ومباراه صعبه برضو على منتخب ما فيش دلوقتي. ما فيش حاجه بعيده، وده يمكن ما فيش دقيق بيفكرني يعني بنفس، مع اختلاف طبعا البطوله. انت عارف بطوله بوركينا فاسو 98 كنا مع الكابتن محمود الجوهري، وكنا يمكن اول ماتشين كسبناهم، وجينا المباراه الاخيره امام المغرب واتغلبنا 1، والمغرب خدت اول مجموعه واحنا تاني مجموعه، وكنا مركزين جدا جدا ان احنا الدور الثاني ما نقابلش اول المجموعه اللي هو كان كوت ديفوار ساعتها ساحل العاج. ويعني ربنا بيكتب يعني بيكتب الطريق او بيرسم الطريق بشكل او باخر ان احنا نقابل ربنا بيسيب حاجه انت بتبقى شايفه صعب، لكن هو في حد ذاته بالظبط يعني احنا كنا شايفين مباراه يعني لو جينا تاني هنقابل كوت ديفوار، كوت ديفوار باسمائها الكبيره والخبرات هتبقى مباراه صعبه. ربنا اراد ان احنا نروح لكوت ديفوار، تنزل كوت ديفوار خايفه جدا مننا، نوصل ضربات الجزاء ونوصل، وده كان طريقنا للوصول للمباراه النهائيه والحصول على الكاس. مباراه دور الثمانيه مع كوت ديفوار ضربات جزاء كانت مهمه جدا، وكمان واجهت في السيمي فاينل المنتخب صاحب الارض بوركينا فاسو، وعملنا مفاجاه كبيره جدا اللي هي طلعت يعني بوركينا فاسو فعلا كانت منطلقه يعني كما لقبهم يعني فريق شرس جدا يعني وقتها، كان مفاجاه حتى في البطوله. صحيح صحيح، وقدرنا نهزمه 2-0، وبعد كده وصلت للمباراه النهائيه جنوب افريقيا وكان الكابتن الجوهري طالع من هنا بيقول لك احنا هناخد المركز بين اعتقد 13. وكان كله مليء الجو مليء بالاحباط، ولكن كانت المفاجاه انه كنت قدرته وبتوفيق ربنا سبحانه وتعالى انك كنت ترجعوا بالبطوله من البطولات الاغلى في امم افريقيا، هي مباراه بطولات بوركينا فاسو. يعني الواحد بس بيربط الاحداث عشان كل الناس، حتى احنا كان معانا الكابتن طيار على التليفون وقال طبعا هو بيتمنى يعني يقابل فرق غير الدنمارك، لكن الضغوط اترفعت عليهم. فبقول يعني ما تعرفش انت ربنا كاتب الطريق بأنهي شكل، ممكن جدا ان شاء الله تتفوق على الدنمارك. مباراه صعبه، لكن دي كمان تكون بدايه ان شاء الله الحصول على كاس العالم، انه هيكون انجاز كبير جدا جدا للمنتخب. المباراه المفصليه طبعا المباراه المفصليه في المشوار، واعتقد ان هم باذن الله تعالى ان شاء الله يعني ربنا كده يوفقهم ان شاء الله، ويقدم مباراه كبيره جدا مع منافس عنيد، منافس شرس، ولكن في الرياضه في الاصرار والعزيمه ممكن يوصلوك للي انت عايزه، وبقى قدره المدير الفني على تجهيز لعيبته في المباراه ودراسه. طبعا فريق بحجم الدنمارك كده يحتاج عمل وجهد كبير جدا، المباراه تبقى صعبه جدا، لكن ان شاء الله باذن الله تعالى امل كبير في ان شاء الله ان احنا نعمل مفاجاه باذن الله من الدوري. والجهد الكبير والعمل الكبير كمان ما كانش مقتصر بس على الاداره الفنيه ولاعيبتنا، لكن كمان على مستوى التنظيم، على مستوى الاداره السياسيه. كمان موضوع التنظيم وانك بتنظم في هذا التوقيت الصعب، والتنظيم والصوره الرائعه اللي بتوصل لكل العالم دلوقتي من خلال تنظيم هذه المسابقه، وعلى راسهم طبعا يعني كان الرئيس عبد الفتاح السيسي بحضوره الافتتاحيه، معانا كمان الاستاذ ممدوح الششتاوي النهارده بالاداره اللي بتنظم. كمان ده كان في تحدي كبير جدا، ويعني وما زال التحدي بيواصل النجاح والتالق يا استاذ محمود. انت في حد ذاتك اصرارك على استضافه الحدث الكبير وانشاء 3 صالات على المستوى العالي من الجوده في ظل الوقت طبعا الصعب ده، وانك انت تكمل وتنظم البطوله رغم الاصوات اللي ارتفعت بالطالب بالتاجيل في ظل جائحه كورونا، لكن انت الشغل اللي انت عامله بنظام يعني الكبسوله الطبيه اللي معموله بشكل هائل في الاهتمام المتابعه اليوميه، وزير الرياضه موجود في الملعب النهارده رئيس الوزراء موجود بحاضر بيتابع لحظات، ده كله ده شيء يبرهن حتى انه نائب رئيس الاتحاد الالماني، انا بس مش فاكر اسمه، عامل تصريحات مهمه جدا بيقول لك لو كانت البطوله اتنظمت في المانيا ما كانتش هتبقى بالجوده اللي اتعملت بيها في مصر، يعني ما كناش نقدر نعمل الاجراءات. صحيح. يعني ربما يرى البعض انه دي نوع من يعني كلام يعني
يعني بيجامل بيه، لكن الراجل بيتكلم بجد، ودول ما بيعرفوش يجاملوا الالمان يعني، ما عندهمش طبعًا المجامله في حاجه زي كده، لانه هو موجود وحاضر هنا موجود معانا. طلع منتخب اليابان وانت عارف قد ايه اليابان يعني ملتزمه جدا، بيشيد بالتنظيم، اللعيبه بتتصور بره على لا 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 على مستوى كمان لا لا. القياده السياسيه ده كان مهم جدا، ان الرئيس عبد الفتاح السيسي كمان كان موجود في الافتتاحيه، والنهارده بيتابع زيه زي اي واحد مصري بيحب البلد ديت، بيتابع وبينزل تويته او بينزل على الفيسبوك، حابب اقراها لحضرتك طبعا، بيتكلم انه معانا على الهوا دلوقتي طبعا التويته او ده على الفيسبوك. اهني ابنائي من المنتخب الوطني لكره اليد على الصعود المستحق لدور الثمانيه والاداء المشرف، كما اؤكد على فخري ودعمي الدائم لجميع النماذج الرياضيه المصريه المشرفه وكافة الأنشطة الرياضية في مصر باعتبارها من أهم ركائز بناء الإنسان. أكرر ترحيبي بجميع الوفود الرياضية المشاركة، متمنيا لمنتخبنا الوطني التوفيق في صنع إنجاز رياضي جديد. فكمان هذا الاهتمام على المستوى على أعلى مستوى سياسي، رئيس الجمهورية رئيس الدولة بنفسه طبعاً. كمان بيحفز اللعيبة أن في إن شاء الله يكونوا قادرين على إنجاز جديد. زيارة حضرتك زيارة الدكتور مصطفى ليلة الافتتاح والتقاءه مع المنتخب في المباراة الأخير، ده دليل على الاهتمام الكبير جدا. حضور السيد الرئيس لافتتاح المباراة وإلقاء الكلمة بتاعته ده دليل على اهتمام الدوله. كل اللي حصل ده كله حضرتك والتجهيزات والاهتمام والاصرار على انشاء الصالات وتجهيزها وتوفير كل المكان، ده اهتمام من النجاح للدوله واستقرار، انه الحدث الابرز في العالم حاليا هو مونديال اليد. ده دليل على انه في دوله لديها اصرار، لديها هدف، بتقول انه الحياه لا الحياه لابد ان تستمر. فكل ده يبقى موجود، ده دليل على قوه مصر، وبيدعم يعني يدعم المشهد بصفه عامه، ان احنا بالنسبه للرياضه في عندنا حاجه احنا بنقولها نتمنى. ده ما بداش النهارده، ده بدا من اللي حصل لما الاتحاد الافريقي قعد يدور على حد ينظم بطوله كاس الامم، وكله عمال يعتذر. مصر هي اللي استقبلت وطورت ملاعبها وعملت بطوله رائعه اكثر من الرائعه. فده عايز اقول لك الدوله على مستوى البنيه والاهتمام والدعم النفسي والمعنوي اللي بتقدمه للفرق الرياضيه والمنتخبات ده واضح بشكل مميز جدا. صحيح، وخلي بالك يعني في بعض الناس كده تقول لك يا جماعه طب يعني ماشي، يعني احنا دايما احنا بنعظم بلدنا، وانت لما بيكون حاجه بلدك بتعملها بشكل اكتر من رائع لازم تعظم بلدك، ونقعد نتكلم مره واثنين وثلاثه على بلدنا، ده مش عيب. لان في بعض الناس تطلع ما هم يعني بتنفخوا بزياده او بتتكلموا بزياده، احنا كل يوم بيمر علينا بهذا التنظيم الرائع ده فخر بلدنا. واي حاجه مصر بتعملها كمان وجود الناس دي برضو موجود في ده، ليه هم شايفين على 30 دوله يا استاذ محمود. انت شوف 30 دوله، شوف انت الاهتمام كلهم لما بيطلعوا من الكبسوله الطبيه وبيروحوا الهرم، شوف بيتكلموا ازاي. ده في ناس بتاعك ده الفرنسيين بيتكلموا عن المرافق بتاعهم وبيقولوا ان المرافق في البعثه يعني نقل لهم نقله كبيره جدا عن الحضاره الفرعونيه وعن مصر وعن التاريخ يعني كلام كبير جدا. الكلام ده ما بيجيش كده يا كابتن هاني، يعني عاوز اقول ايه يا جماعه، دي فرصه طبعا لولا الظروف اللي هي حاصله وجائحه كورونا اعتقد كان الوضع هيبقى مختلف يعني 360 درجه. لكن كون انك انت تصر وتحافظ وتعمل بطوله بهذا التحدي الكبير جدا اللي العالم كله بص عليك وشايفك، ده نجاح في حد ذاته، وده خطوه مهمه جدا، وباكد على حجم الاستقرار ورساله للعالم انه مصر مفتوحه للكل. يعني المساله الاجراءات بتنفذ بصوره يوميه وكميه مساحات ومتابعات، الكل واضح فيه عمل كبير بيتم اعتقد. وانا بقول لك اهو بعد نهايه البطوله هيبقى في كلام، وفي كلام كتير هيطلع واسرار وهتتحكي على القواصين عن حجم فرق العمل والشباب اللي موجود والناس والاطقم الطبيه والعمل ده كله. بعد كده تقول لي حد يجي يتكلم ويقول لي مش عارف مين، طب لو البطوله دي اتعملت في اي مكان تاني في الظروف ده كان ما لسه هقول لك يعني لا البطوله لا دي لا لو لا لو في بلد اوروبيه هيقول لك لا هنقعد نحكي في وبعدين احنا فخورين بنفسهم. اسمع شهادتهم عن احنا فخورين ببلدنا، ايه المشكله نتكلم على بلدنا ودايما نعظم من بلدنا والدور اللي بتقوم بيه. احنا ما بنعظمش حاجه مش على ارض الواقع، احنا بنعظم حاجه موجوده، تحديات كبيره جدا موجوده. انا بتكلم يعني بنقولش كده مجامله، لو في حاجه خطا هنقول. لكن عاوز اقول لك ايه، لا عمل كبير، دوله عملت عمل كبير، اهتمام السيد الرئيس بالحدث نفسه ومتابعته النهارده، ويمكن الرساله اللي وضعها النهارده دي يعني انه متابع مهتم طبعا. جدا الرساله واضحه، يعني هنشجع وندعم كل رياضي صحيح، ها كل واحد عاوز ينجح البلد دي، كل واحد عاوز يحافظ عليها ويحط اسمها فوق بلا شك.
اهتمام رئيس الدوله، ده واضح كبير جدا، وعنوان ان شاء الله باذن الله وحافز للعبتنا ان شاء الله في المباراه الجايه في دور الثمانيه ان شاء الله، يكون عندنا ان شاء الله وتوفيق ربنا يكون حاضر معنا ان شاء الله في يعني الذهاب الى السيمي فاينل، وده مش بعيد رغم صعوبه الموقف، لكن هنشوف المباراه في الكره زي الكره في الملعب. يمكن الدنمارك تطلع كوت ديفوار. اه من عارف. يا مسهل يا رب. كل التوفيق لمنتخبنا، واكيد ان شاء الله بندعمه، واحنا سعداء بالبطوله موجوده على ارضنا، وهنكون سعداء اكتر ان شاء الله ان مصر بص على متابعه الناس، الناس متفاعله مع الماتش النهارده. مش ممكن ماتش كوره كوره يعني، ماتش حماسي جدا، ماتش احتباس الانفاس، والناس خايفه ومرعوبه يعني. عاوز اقول لك ايه، ده دليل على لو الحدث مش مهتم بيه الناس، ما كانش الناس عمل رد فعل اللي انت شايفه. اسمع اصوات البيوت، الناس بتتفرج كمان على القهاوي بتتفرج. لا لا لا, لا الناس طبعا بزرق. عاوز اقول لك لا، في ده لو كان في جمهور كنت اتفرجت على على احداث ومشهد تاني رهيب. لكن عاوز اقول لك شوف انت ايه، شوف انت شوف حجم التفاؤل الكبير جدا، انه احنا في الثمانيه الكبار، ده في حد ذاته حاجه كبيره جدا يا جماعه، مع منافسين، مع يعني محترفين ويمتلكون اقوى دوريات مقارنه بالدوريات بتاعتنا. لا في فارق شاسع، شوف الصلاه وشوف العمل والشغل الكبير جدا. كل ان احنا نفكر، لازم نفكر وندعي ربنا ان شاء الله انه يحالف التوفيق لعبتنا ان شاء الله في المباراه الجايه ان شاء الله، سواء مع الدنمارك او مع اي منتخب اخر، رغم صعوبه المواجهه، لكن عندنا ثقه ان شاء الله في قدرات لعبتنا ان شاء الله انهم يظهروا معدنهم ويقدموا مباراه كبيره باذن الله. يا رب ان شاء الله كل التوفيق لمنتخبنا، ويا رب ان شاء الله يوصل للمربع الذهبي. طيب نروح لملف ثاني، وحضرتك اكيد كنت متابع الاحداث الاخيره الخاصه بالتحكيم، والتحكيم يمكن في الاسابيع الاخيره من الدوري، من 3 أو 4 أسابيع كان في جدل كبير جدا. بدايه طبعا عندنا مباراه البنك الاهلي، وكان في قبلها مباراه وادي دجله، دلوقتي كمان مباراه الزمالك واسوان، يعني جدل في الشان التحكيمي بشكل كبير جدا جدا. ويمكن في بكره اجتماع اللجنه الخماسيه عامله اجتماع. ايه رايك يعني في الاول في نظريتي ان انا بجمع فرق الدوري الممتاز واتكلم معاهم في موضوع التحكيم ده، يعني شايف الاجتماع ده ازاي يا استاذ محمود؟ هو عامل اجتماع بكره لجنه ثلاثيه مع مع معظم انديه الدوري، بيتكلموا في المشاكل التحكيميه وازاي نعالج الامور ديت. ويعني انت ايه رايك اولا؟ بص حضرتك، كل نادي بيدافع عن مصالحه، اكيد اكيد ده امر طبيعي جدا. لكن واحنا حضرتك قبل كده اتكلمنا في التحكيم مع بعض، مش اتكلمنا في التحكيم في كتير. التحكيم كتير ولا اتكلمنا؟ قلنا ايه من الحاجات المهمه جدا؟ انا شايف انت عملت بيان، التحكيم المصري أقدم تحكيم في العالم وفي أفريقيا وعندنا. يا جماعة ماشي أوكي، على عيني وعلى راس، أنا ماليش دعوة بالتاريخ، أنا ليه دعوة بالحاضر. دلوقتي أنا عندي مشكلة، إيه الآليات اللي أنت هتضعها؟ هتعمل اجتماع مع الأندية، مع رؤساء الأندية، هتجيب كل الأندية اللي بتلعب كرة في مصر. مش هو ده الحل من وجهة نظري؟ يعني رغم ضيق الوقت والكلام ده، وإنه اللجنة الثلاثية اللي بتدير ما نعرفش هل هتستمر، ولا الوضع هيبقى عامل ازاي، ولا هنستنى تطوير. من امتى واحنا بنتكلم على تطوير التحكيم في مصر؟ وقلنا نجاح منظومه التحكيم وامتلاكها الشخصيه هو عنوان لنجاح المسابقه، وان هو بيضعها في مستوى اعلى. قلنا قبل كده بصوا على التحكيم المصري يا جماعه في العشر سنين الاخيره، وقولوا لي اطقم التحكيميه فينها دورها في افريقيا، يعني في البطولات الافريقيه في المباريات المهمه جدا، رحنا وصلنا لغايه فين؟ يا اما في الادوار التمهيديه، لكن في النهائيات بتبقى مش موجود الا قليل قوي، في الكونفدراليه ممكن سيمي فاينل، لكن ما بتروحش، ما عندكش طقم تحكيم مصري. مثلا عمل النهائي مثلا يعني مثلا الرجاء او الوداد مثلا والترجي، لا جابوا بكاري ما فيش واخد توكيل، انت مش محطوط على الخريطه يعني. على فكره لو في جمهور في المدرجات، الحكام الحاليين هيبقى عندهم مشكله كبيره جدا على فكره، يعني في جمهور والجمهور في 50 60 ألف، هيبقى الوضع مختلف، ما عندكش خبرات. انا مش عاوز تدعوا لي، هتجيب المسؤولين في الانديه هتكلموا في ايه؟ يعني هتسمعهم هيقولوا لك الشكاوى؟ ما الشكاوى واضحه، انت لابد كاتحاد كوره كمسؤول تعين، يعني تقول انا ايه الحاجات الخطوات اللي هاخدها عشان اصلح التحكيم. يعني ارتب اعمل قرار ان انا خلاص يا جماعه عندنا مشكله في التحكيم، وحصرنا احنا عندنا 100 حكم، 70 حكم، 80 حكم، منهم دولي 7 أطقم أو 8، عندنا فلان والحدوته، وعندنا جيل طالع بنأهله. طب انا هقول لحضرتك، عندنا ابناء التحكيم، هاخد من الجزئيه ديت عشان تكمل. يعني اللجنه الثلاثيه بتتحمل مسؤوليه التحكيم في الفتره اللي فاتت على الشركه المخصصه لتقنيه الفار،
يعني بتقول هي المسؤولة بشكل كبير جدا عن المشاكل التحكيمية الموجودة دلوقتي، ودي رؤيتهم من خلال الجزئية الفار، لأن طبعا خلاص التحكيم والفار بقى جزئية واحدة ما تقدرش تفصل يعني. فدلوقتي هي اللجنة الثلاثية جايبة كمان بعض يعني بعض المسؤولين في شركة التقنية المسؤول عن الفار، وبتقول لهم لا ده انتوا السبب في ان بتسببوا مشاكل الحكم يعني. هنا في انا كلام حضرتك 10 10 دي نقطة مهمة جدا وانا هرجع لها. طيب. بس انت المفروض هنا كلجنة كاتحاد كوره كمسؤول بتقول ان انا المفروض يا جماعه اعلن ان انا هطور، طب هطور التحكيم بايه؟ او اقول واحد واثنين وثلاثه واربعه، عندي مرحله اولى هعمل كذا، عندي مرحله ثانيه هعمل كذا، واتكلم على جزئيه ايه؟ ابناء الحكام لما دلوقتي بقوا موجودين، بقوا موجودين في الفار بندربهم بنساعدهم وبنحطهم. طيب هل انت في جزئيه الفار عاوز تحمل المسؤوليه مثلا؟ وانا نحمل المسؤوليه في الفار، هل انت يعني عديت كوادرك بالصوره ودربتهم؟ بيقول لك التدريب بيحتاج 6 شهور يعني على تقنيه الفار. على 6 شهور انت كلهم 35 يوم، هل يعني عندك التصوير جيد جدا؟ تصوير بالكاميرات، عدد الكاميرات، ما انا بكلمك اهو، تصوير جيد جدا. هل الناس دي خدت الخبره دي؟ حد علمها ازاي حلل الصوره يعني؟ ولا انا بجيب الصوره بديها للناس وهي بتتفرج ويبقى في صوره ثانيه مديها للحكم يعني؟ ومين المسؤول اللي بيجيب الصوره؟ هل هو المخرج ولا بتاع الفار اللي جوه؟ طب هو عنده قدره وخبره انه يتعامل مع الجهاز اللي قدامه بحيث انه يجيب اللعبه؟ طيب الحكم لما بياخد قرار اللي المفروض من خلال البروتوكول ان الحكم هو سيد قراره، يعني ممكن الفار يقول له بنالتي ويقول له لا مش هحسبها بنالتي، هو سيد قراره، انا سيد قراره صح، لكن انت حسبت جول زي جول الاهلي، الراجل بتاع الفار راح له قال له ايه؟ قال له لا تعالى ده الكوره مش فاول، الكوره مش جول، الكوره فاول. هو في الحاله دي تدخلت ليه في الوقت ده؟ على اي اساس بنيت موقفك؟ ماشي، زي مثلا مشكله ماتش الزمالك واسوان، خلاص الحكم راح للفار في لقطه وما راحش فيه في لقطات تانية. الجميع اهلي زمالك اسماعيلي كل الـ يعني الانديه الموجوده اللي كلها اكيد بتطالب في العداله، مش حابب نبره اللي بيروج لها البعض انه في نادي لوحده هو المستفيد من اخطاء التحكيم. ما فيش الكلام ده في العالم كله. انا بكلمك، لا بلاش دي يعني. بلاش دي، الاخطاء الكل بيستفيد منها، والحكم بشر وقراره بيبقى جزء في السنه. انا بطالب اتحاد الكوره يا باشمهندس احمد، يعني انا عارف الموضوع المسؤوليه صعبه والموقف صعب والدنيا مش عاوز اقول لك ده لذيذ، لكن انت لازم تقول للناس اللي تقعد معاهم بكره انا هعمل ايه، انت مش هما هيقولوا لك انت هتعمل ايه، انت لازم تقول ان انا هطور التحكيم. قلنا بكده وطالبنا ان احنا نستعين بحكم من بره واثنين ناس تيجي تدير اللجنه تعلمنا. طب تعال نخلي حكم دولي كمان يخش معانا في الحوار ونعرف منه. طبعا معانا دلوقتي على التليفون الكابتن ناصر عباس الحكم الدولي. مساء الخير يا كابتن. مساء الخير عليك يا كابتن هاني، وتحياتي لحضرتك وتحياتي لمحمود ولكل الساده المشاهدين الاحترام. سؤال صغير وبسيط، الغلط فين؟ كابتن هاني الموضوع كبير جدا جدا، يعني الموضوع مش خاص بس بالاون فيلد بالحكام ولا الاون فار، لا المشكله كمان بتشمل عناصر ثانيه كابتن هاني. انا بكلم حضرتك وانا راجل محاضر ومراقب، التقنيه عندها مشاكل اولا في التقنيه، عندنا مشاكل كمان في عدد الكاميرات اللي موجوده في الملعب. وانا هدي لحضرتك مثال بسيط كابتن هاني، ان المفترض ان اقل عدد الكاميرات في اي مباراه هو 12 كاميرا. ليه 12 كاميرا كابتن هاني؟ لان انا النهارده كحكم الفار طبقا للبروتوكول المفترض انا لما بجيب الحكم عشان اخليه يشوف من زاويه واضحه جدا الحاله التحكيميه اللي هو قد يكون هو اخطا فيها او خد قرار فيها. اذا انا عندي مشكله نمره واحد في عدد الكاميرات اللي موجوده داخل ميدان اللعب. نمرة 2 عندي مشكلة في النقل التلفزيوني، نمرة 3 كمان في جودة الكاميرات اللي موجودة كابتن هاني، جودة الكاميرات. أنا على فكرة يا كابتن أنا بكتب وراك، لأن كل نقطة حضرتك بتتكلم فيها لازم هنناقشها لأنها جزء مؤثر جدا على عملية التقنية، وبالتالي التقنية بتتأثر على حكم الفار وحكم الفار بيأثر على حكم الساحة. لكن كابتن يعني
لسه الكابتن محمود بيتكلم، هنتكلم مع حضرتك، لكن استاذ محمود بيتكلم على نقطه مهمه جدا، ان الحكم كمان بقى سيد قراره، ولا ان دلوقتي خلاص الحكم بقى عارف ان في وسائل مساعده بالنسبه له، فبالنسبه له الموضوع بقى سهل، لو غلطت هيقول لي على الفار، طب لو ما غلطتش الموضوع مشي، يعني برضو ما زال الحكم هو سيد قراره. طبعا بحترم كلام استاذ محمود، هو بيتكلم في نقطه مهمه جدا، ودايما كابتن استاذ محمود بنتكلم للحكام. هي المشكله يا كابتن هاني ان الحكم بينزل بيعول على الحكم الفار، ودي المشكله الكبيره اللي عندنا، ما بيهتمش نمره واحد، واحنا بنقول للحكم دايما انسى ان الفار موجود وابتدي اشتغل على نفسك واعتمد على نفسك، لان طول ما انت معتمد على الفار اكيد هتفوتك حاجات كتيره جدا. فنمره واحد عندنا مشكله ان الحكم بيعتمد على الفار. مظبوط. الحاجه الثانيه في حاجه مهمه جدا جدا يا كابتن هاني. اتفضل. ان ثقافه الحكم اللي في الفار وحكم الميدان اعتقد بتبقى فيه فتوق فرديه كبيره جدا جدا. على اساس ايه؟ احنا بنتكلم في تفسير القانون والحالات التحكيميه قد تختلف من كابتن هاني لناصر عباس. انا لو انا قاعد على الفار من وجهه نظري لو انا مش فاهم القانون جدا وعندي الخبرات الكبيره ممكن استدعي الحكم في حالات مخالفة للبروتوكول والعكس. فاحنا بنقول ايه؟ بنقول دايما لابد ان يكون حكم الميدان نفس مستوى حكم الفار ونفس في تفاهم بين الاثنين، وده البروتوكول بيقول الكلام ده. لابد كمان يكون حكم الفار عنده الخبرة الكبيرة اللي يقدر يحلل ويفسر الالعاب اللي هي فيها صعبة اللي هي داخل منطقة الجزاء. دي كلها حاجات محتاجة التدريب المستمر يا كابتن هاني من خلال عرض حالات الاوفسايد تيست والفيديو تيست. طب هو سؤال تاني، يعني هجيب هرجع شوية مع حضرتك شوية من يعني للجنة الخماسية اللي كانت ماسكة. سؤال صريح، هل احنا ما كناش مستعدين بالشكل اللائق لدخول تقنية الفار للدوري المصري، وان تقنية الفار دخلت بمعوقات وبقصور واضح ادى للحاله اللي احنا موجودين فيها؟ يعني كان من الافضل ان احنا نستعد بشكل جيد بشكل كامل لتقنيه الفار حتى لو اتاخرنا شويه وتبدا تخش بقوه. راي حضرتك ايه في ده؟ السؤال ده رائع جدا يا كابتن هاني وبحييك عليه. طبعا هذا السؤال هو يعني انت مسكت نقطه مهمه جدا جدا يا كابتن هاني. تدريب الحكام على تقنيه الفار لا يقل عن 8 اشهر تقريبا. 8 شهور بتدرب الحكام بتجهزهم لان دي حاجه مستحدثه عليهم هم ما كانوش قادرين يشتغلوا عليها. المشكله حصلت ايه؟ هو طبعا بنشكر اللجنه الخماسيه دخلت الفار مفيش مشكله. احنا زي ما حضرتك قلت احنا استعجلنا 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 في ان احنا نطبق التقنيه. وحد مثال لحضرتك، احنا بنتكلم في كاس العالم 2018 روسيا. الاتحاد الدولي والافاب قعدوا فتره كبيره جدا جدا يجربوا التقنيه في البطولات الصغيره اللي هي كاس العالم 2017 وكاس العالم للناشئين، ولما تاكدوا ان الحكام وصلوا لمرحله ان هم يقدروا يقوموا بالتجربه طبقوا الكلام ده في 2018. اذا انا بقول وبأيد كلام حضرتك احنا استعجلنا، والكلام ده مش اول مره اقوله، قلت كتير 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 ان تجربه الحكام في التقنيه كانت شهرين، واعتقد ده كان قليل جدا جدا يا كابتن هاني، وكان يجب على الاقل مش اقل من 6 أو 8 شهور الحكام تتدرب على تقنيه الفار. طيب عشان نتلاشى الاخطاء دي حضرتك اتكلمت في كذا نقطه مهمين جدا، اتكلمت على اولا موضوع التقنيه نفسها، اتكلمت على عدد الكاميرات اللي بتساعد حكم الفار انه يوري صوره واضحه لحكم الساحه وبالتالي ياخد قرار مناسب، اتكلمت على جزئيه ثالثه عمليه التصوير، عمليه التصوير والاخراج التلفزيوني. لكن انا دايما برجع لحكم الساحه، الحكم هو القاضي لكل دوت. احنا شفنا في الفترات الاخيره للاسف يعني اخطاء كتيره جدا، وبنتكلم على شخصيه الحكم نفسه داخل الملعب. انا متهيالي يا كابتن عباس انه الموضوع بقى كمان شخصيه حكم، شخصيه حكم على مستوى دولي، شخصيه حكم ازاي يدير لقاء، وخاصه لما يكون في هذا اللقاء في اهلي زمالك في انديه على مستوى عالي جدا. رايك ايه برضو في تاثر شخصيه الحكم بتقنيه الفار؟ شخصية الحكم دي الحاجة الوحيدة يا كابتن هاني اللي أنا ما أقدرش أديها للحكم كمحاضر. أديك الفهم القانون وأديك التطبيق القانون وأديك المعايير وأديك التمركز والقراءة وأديك التوقع، كل الكلام ده أقدر أقول لك إلا حالة شخصية الحكم وإزاي الحكم عنده قدرة يتحكم في الظهور. دي بتختلف من حكم لحكم. أنا بكلمك بهم. الحاجة الثانية الموهبة، يعني إحنا عندنا مشكلتين طبعا. شخصية الحكم والموهبة التحكيمية. ده بعض الحكام مع احترامي لبعض الحكام هتلاقي ان الضغوط لما يكون في ضغوط الحكم لا يتحمل الضغوط،
هنلاقي لما في بعض ده الملاعب فاضيه يا كابتن، يا كابتن ناصر ده الملاعب فاضيه. لو كابتن محمود قال لو في 60 70 الف زي زمان يعني اكيد ده كمان اعتقد عدم وجود الجماهير ده شيء ايجابي بالنسبه للحكم، مش شايل عنه ضغوط كتيره جدا. بالظبط كابتن هاني، وده اللي بنقوله للحكام دايما، يا جماعه احنا النهارده بنشتغل الملعب فاضي ويا دوبك هم الجهازين الفنيين وال 22 لعيب، يعني لازم انت النهارده بتلعب في ملعب فاضي، بتلعب في هدوء مفيش ضغوط عليه. ولكن زي ما قلت لحضرتك كابتن هاني ان الحكام غالبيه الحكام اللي موجودين حاليا هم اشتغلوا اعتقد ما حدش فيهم حكم بجمهور باستثناء ثلاثه او اربعه، والباقي كله طبعا اشتغل في الماتشات اللي هي ما كانش فيها جمهور. هرجع تاني لحاجه مهمه كابتن هاني، بقول ايه؟ انا النهارده الحكم طبقا للقانون والماده 5 بتدي سلطه للحكم ان هو يتخذ القرارات اللي هي من وجهه نظره الصحيحه العادله لتحقق عداله على الفريقين. حتى لو انا رحت الفار ورحت الفار والفار اداني قرار انا شفته، انا القرار الاول والاخير بيرجع لحكم المباراه. يعني لو مباراه البنك الاهلي وهدف ايمن اشرف وكانت الرؤيه واضحه جدا للحكم وادى قرار واضح وصريح وفي نوع من انواع اللي هو التاكيد ان هذا القرار صح، كان من حق الحكم او وارد ان يكون من حق الحكم يقول للفار لا انا قراري هو اللي صح ويحسب الهدف؟ مش وارد يا كابتن هاني، ده صلب القانون، ده صلب القانون. انت حضرتك بتقول لي يا كابتن هاني انا على الفار يا كابتن هاني وحضرتك حكم المباراه، انا من وجهه نظري على الفار بقول لك هناك احتماليه مخالفه قبل تسجيل الهدف. طيب ممكن تيجي تشوف، انا بروح اشوف، حضرتك كابتن هاني بتروح تشوف، بترجع انت تاخد القرار على قناعاتك وعلى فهمك للقانون وعلى تطبيقك للقانون وعلى شخصيتك التحكيميه. لو حكم مباراه الاهلي والبنك الاهلي راح للفار وما اقتنعش بالحاله اللي قدامه هيرجع يحتسب الهدف، وده من حقه كحكم. ليه؟ لان دي حاله من الحالات التقديريه قد نختلف وقد نتفق. اذا بنقول للحكام مش معنى انك انت لما تروح للفار لابد انك انت تنفذ الفار، لا انت خلي قرارك من نفسك. ما هو ده يا كابتن ناصر اللي بتكلم عليه، ما هو دوت في اللحظه ديت اللي بيقول او الفار بيقول للحكم لا تعالى شوف، في شخصيه الحكم دي بتتاثر يقول لك اه، يعني وارد جدا يقول لك اه ممكن هم يكونوا شايفين احسن، او ممكن يعني شخصيه الحكم لازم تكون على استعداد قوي جدا انه اللي شايفه واللي مقتنع بيه يقوله، لان في الفتره اللي بيروح فيها ويبص فيها بيفكر الحكم بيفكر. هقول لك على حاجه يا كابتن هاني، انت تعرف ان في حكام لما الفار بيستدعيها الحكام بتبقى زعلانه، بتبقى متضايقه فعلا. على الرغم احنا بنقول لحكامنا يعني انت لما الفار يجيبك هو بيصلح قرار معين عشان نوصل للعداله التحكيميه، ما تبقاش انت مستاء لما بتروح للفار وترجع كان الفار هو اللي هياخد القرار. بالعكس، صحيح، حضرتك اللي هتاخد القرار وهتاخد القرار عن قناعات، وبالتالي بنديك الفرصه كحكم تبرز شخصيتك التحكيميه دون الضغوط من الفار ودون الضغوط من اي شيء. ودي محتاجه شخصيه، ودي محتاجه شخصيه. بالظبط يا كابتن هاني، بالظبط. وعاوز اقول يعني النادي الاهلي برضك تعرض للاخطاء التحكيميه، يمكن من الانديه الكبيره والاكثر اعتقادي من اكثر الانديه اللي تعرضت، اكثر الانديه اللي تعرضت ولا حاجه لقناه الاهلي، بس انا بقول انا وانا موجود في قناه الاهلي هناك كان هناك اخطاء تحكيميه على النادي الاهلي في اكثر من مباراه. صحيح صحيح. فبنقول الحلول يا كابتن هاني، تاني بنقول برضك احنا لجنه الحكام والحكام ولابد ان يكون التقنيه تتعمل بشكل جيد تساعد الاون فيلد وتساعد الاون فار عشان الدوري يمشي بشكل متميز، وكمان الحكام كمان تشتغل في الحالات اللي هي تقدر تعرضها للحكام في الملعب او في غرفه المراجعه تعرضها بشكل صحيح. سؤال اخير كابتن ناصر، والسؤال موجه كمان ليك يا استاذ محمود، هنسمع اجابتك بعد كابتن ناصر. هل من الافضل للكره المصريه دلوقتي ان ممكن جدا عمليه الفار تؤجل لحد ما الحكام والتقنيه والكاميرات والتصوير التلفزيوني يكون على مستوى عالي جدا ونخش بيه تاني للدور المصري بدون اي مشاكل، ولا نصلح من اخطائنا ستيب باي ستيب لغايه ما نوصل للجزء الامثل، او يعني الجزء اللي نقدر نقول ان احنا وصلنا بيه على مستوى عالي جدا من تقنيه الفار؟ على حد علمك كابتن هاني ان اللجنه الثلاثيه الان بتبحث التعاقد مع شركه جديده عندها تقنيه متكامله، هتبقى تقنيه بالالات والمعدات الجديده، ودي هتبقى فايده جدا لحكامنا،
يعني عاوز اقول ان برضك التقنيه اللي هي شغالين بيها مش بالجوده الكامله. صحيح. فاذا احنا بنتكلم في اكتر من شركه، لجنه الثلاثيه بتتعاقد مع شركه جديده، هناك لجنه هيتم تعيينها تبقى مسؤوله مسؤوليه كامله للفار، ومن خلال اللجنه دي كابتن هيحصل تدريب مستمر، هيحصل كورسات جديده ومنح رخص جديده للحكام. النهارده عندنا مشكله، عندنا 20 حكم بس في الفار يا كابتن هاني، ما ينفعش 20 حكم فقط، 20 حكم للفار و20 حكم للاون فيلد. انا النهارده كلجنه حكام مش عارف ادور حكامي، ده عنده مشكله في المباراه وده عنده مشكله في الفار، طب انت هتختار ازاي؟ زي المدرب بالظبط يا كابتن هاني اللي عنده مثلا 15 لعيب وانا عاوز لعيب مصاب وعندي لعيب مصاب قليل، محتاج عدد كبير. اذا النهارده بقول لا خلينا مشينا كابتن هاني دي، احنا خدنا شق طويل فيها، هنطور من اداء حكامنا، هنشتغل على حكامنا، هنطور التقنيه بشكل كبير، وهيبقى في اعتقد هيبقى في تحكيم كويس يا كابتن هاني ان شاء الله. كابتن ناصر عباس اللي يعني بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا في قناه النادي الاهلي، وان شاء الله باذن الله نتواصل دايما لتعديل مسار التحكيم المصري للافضل باذن الله. شكرا جزيلا. واضحه العمليه. بص يا ريس، اذا ما اختفتش المجامله رقم واحد، المجامله، ثانيا غياب الضمير، دول اخطر حاجتين، يعني دول يبوظوا لك اي حاجه. يعني مش يعني اللي انا شايفه في مساله التحكيم، اي حد فاضي مش لاقي له شغلانه تعالى يا عم اشتغل حكم، اي حد فاضي كلهم وجايبين ولادهم، ممكن يبقى فيهم ناس كويسه، لكن العمليه مش لعبه يا جماعه، ده دوري من اقوى دوريات الافريقيه والعربيه، يعني دوري مصنف، مش تجربه انك انت تجيب لي ناس ما عندهاش خبره، ما اعرفش ابن مين وده قريب مين وده ابن وحكم صلاه دوري صلاه خماسيه واجيبه، ايه هو الكلام ده؟ فين الطقم اللي انت قايله؟ انتوا ليه خايفين؟ مش عاوزين تقولوا الحقيقه. احنا طالبنا بكده، قلنا يا جماعه اختيار الحكم لازم تعملوا كشف هيئه زي الكليات العسكريه، يعملوا كشف هيئه اشوف قدراته الذهنيه والنفسيه قد ايه، بيتحمل ضغوط ولا لا، اشوف مين اللي انا جايبه، بدليل انه فيش لعيب كوره بطل كوره وراح اشتغل حكم. طيب على فكره الفئه الاضعف في منظومه الكوره هو الحكم، لانه ما حدش بيحميه، المفروض يكون الحاله الاقوى. استوديوهات التحليليه مع كامل احترامي جرأت الجمهور والناس على التحكيم، يعني ما اعتقدش في اوروبا بالصوره الواضحه دي، انت لو في انجلترا ولا في المانيا واحد فتح بقه قال كلمه على الحكم، يعني لو مسؤول في المنظومه الكرويه اتكلم على الحكم بيبقى القرار شرس وصعب عليه، برضه في نفس الوقت الحكم عارف انه هيتعاقب. وانا بقول لك انه في مجموعه من الحكام حاليا في الدوري لابد انه يختفوا ده لازم يختفوا خلاص، لا في ناس خلاص خدت عليهم جراءه، مش عاوز اقول اسماء، ومعروفين وفي ناس دوليين يا جماعه، لا استوب كده، في ناس لازم تمشي، لازم يبقى في جيل جديد. من ايام رحمه الله عليه سامر زاهر كان بيقول لك ان انا هعمل اكاديميه للتحكيم وهجيب ناس تعلم وتدرس، ده المفروض ده يبقى الخطوه الاولى والدعامه الرئيسيه لنجاحك هو الحكم. في حد يقدر يعني في حد يقدر يعقب على حكم قاضي؟ لا طبعا مستحيل. تقدر حد يقدر يتكلم؟ مستحيل. هو حكم الكوره قاضي، ولازم يختار يبقى له عنده اختيار ناس يدم، مش مساله زياده ان انا مش لاقي شغل او عندي شغل واكمله، تعالى يا عم اشتغل حكم، وبعدين حكايه ونبهت لنا الحكم فلان فلان يا اخي ادينا الماتش، احنا مزنوقين عاوزين نطلع يا اخي درجه اولى، احنا عاوزين نطلع من الثالثه للثانيه وعاوزين نطلع من التالتة. يا خلاص بيحصل يا الكلام ده، يا بيحصل ده كله معروف، وفي ناس معروفه حكام بعينها ها، وبعدين تقول لي منظومه عاوزه تنجح، تنجح ازاي؟ يعني انت ماشي جاي بتاع يعني انت جاي بتتكلم بعيد خالص بقى عن موضوع الفار والتقنيه، لا سيبك من الفار، انا بكلمك بصفه عامه على شخصيه الحكم إيه؟ وتاهيله وشخصيته لا لا فار ايه، لا ده عاوزه تاهيل الحكم نفسه، يعني تعالى قول لي انا عندي 10 اطقم فني، الناس دي انا اخترتهم هيبقى عليهم الشغل، هجيب ناس، طب مش ما تجيبش لي ناس من بره، طب ليه ما تجيبش حد مثلا شاطر اداري جدا يدير لك لجنه الحكام ومعاه ناس فنيين، يعني مثلا مع كامل احترامي الناس اللي طالعه دلوقتي بتقول على الحكم ومش عارف مين وده غلط وده غلط، طب ما ترجع لنفسك لما كنت ماسك الصفاره كنت بتعمل ايه؟ يعني هنضحك على بعض؟ ما انتوا عملتوا قرارات، لو احنا كل واحد فتحنا له دفتره، انا بكلمك بلاش نفتح الدفاتر، انا بكلمك، لا انا عاوز اقول ايه؟ يعني يا باشمهندس احمد، انت في موقف صعب، انت جايب الناس بكره، لازم انت تقول لهم هم هيتكلموا تسمعهم، وانت تقول انك انت تعمل ايه؟
الخطوه الاولانيه انا هعمل 1 2 3 4. ناس بتحدد، انت دلوقتي خلاص الناس شايفه انه العمليه بتدار، لا دلوقتي فيها الوان. احنا مش عاوزين الوان، احنا عاوزين يا جماعه عاوزين مسابقه. نتكلم على خطه طويله استاذ محمود، لانه دلوقتي اللجنه الثلاثيه دي لجنه مؤقته لحين عن انا بكلمك. يبقى انت ايه هو انا اعتقادي الشخصي بكره هيبقى الموضوع او محور الكلام هيبقى جزئين. هو جايب الناس عشان يسمع طب انتوا مشاكلكم ايه، كل الناس عارفه مشاكلها وهتقولها. الجزء الثاني هيبدا يتكلم على الشركه المتعاقده او شركه التقنيه الحاليه اللي يعني. وهيتكلم زي الكابتن ناصر ما قال يمكن يكون في شركات عندها تقنيه افضل. حد قال لك ان ما عندناش التقنيه بتاعه الخط اللي بيوضع على المرمى الهدف الكره بتاعه سموحه في بيراميدز. يا سلام، طب يعني كل الفلوس المصروفه دي كلها برضه ما عندكش ده اصل كان في مشكله كمان ان الشركه دي سمعنا ان حتى التقنيه بتاعتها السماعات كانت غير جيده، بتتكلم على البيرو نفسه. أنا احنا دلوقتي هنقف دلوقتي هنحمل ما بنحملش تقنيه الفيديو كل مسيره، هنحمل تقنيه الفيديو كل مسيره. تعال لي على الحكم نفسه، ده المهم. تعال لي على الشخصيه نفسيه، يعني شخصيه الحكم في الملعب وتعامله مع اللعيبه. يعني انا بقول لك اهو في 3-4 حكام بطالب المهندس احمد مجاهد كفايه عليهم الدوري الممتاز، هات ناس، شوف ناس تانية. خلاص الناس ما لهمش كرامه يا جماعه، ما عادش ناس طايقاهم. خلاص قراراتهم وتصرفاتهم في الملعب تصرفات غريبه جدا. يعني حكم ممكن يتضرب ويتهان ويسمع شتيمته ما قدرش يفتح بقه وما يتكلمش. ما دي اللي انا بكلمك فيها. لا في ناس عندها مشكله في شخصيتها طبعا، في ناس لا ما ينفعش يا جماعه. التحكيم مش عمل اضافي، دي مسابقه كبيره ومسابقه محترمه، محتاجه ناس متخصص، محتاجه نفرغ ناس، ندور على ناس نعمل نشتغل. مش هتقدر تعمل الكلام ده، قول يا جماعه هتقول انك انت هتعمل ايه بكره. لكن هندخل في الدايره والدنيا مولعه على السوشيال ميديا، وعندك ناس خلاص بتلاقي اي فرصه بتولع الدنيا، وكله شايف نفسه على حق، وكله شايف نفسه يعني اللي هو يعني ايه بيجيب من الاخر، يعني قال مقطع يعني نفسه في الضمير، وهو كل واحد بيدور على مصلحته وعلى فريقه، وده بيقول على ده. خلاص احنا عشنا في الدايره اللي احنا شايفينها دي. لكن انا بكلمك بقول لك انك عندك مشكله. عندك مشكله، ما عندكش في مشكله. والغريب اللي طالعين ينتقدوا التحكيم اللي هم الحكام الكبار، كل واحد فيهم بس يقعد مع نفسه يشوف نفسه كان عامل ايه. لكن دلوقتي الحكم عارف عامل ايه يا كابتن؟ مستني الفار يساعده. دي مصيبه، دي كارثه. يعني سألك حكم، ده حكام بيخافوا. حكم الاسماعيلي والمحله 4 ضربات جزاء، الفار هو اللي حاسبهم. الفار اللي حاسبهم فعلا، خلاص وكلها اوقات صعبه. انا بكلمك لا، واحلى حاجه في ضربه الجزاء الاخيره، يعني ضربه الجزاء بتاعت اللي غزل المحله على الاسماعيلي. يعني لا يعني ايه، يعني برضه غريب. والحكم ده عليه دايره كده، ده يعني ده رقم واحد كفايه كده من الدوري الممتاز ده. لا خلاص يا جماعه ما ينفعش. وثانيا انت يعني لابد انك انت على الاقل يا تجيب مدير اداري شاطر قوي جدا شخصيته قويه تولى المساله، ومعاه ناس فنيين بيعرفوا يعالجوا وبتاع وصححوا ويجيبوا التجربه الناس. السعوديه اللي حضرتك ممكن بتقرب من في تجربه سعوديه، يا تجيب حد من بره. احنا مش قايلين لما نجيب حكم من بره نقول له تعالى اقعد معانا هنا، تعالى قول لنا هنعمل ايه. عملت كده بعد 3 سنين، واحنا احسن من السعوديه. لا انا بتكلم على السعوديه طيب. عملت كده، الامارات عملت كده، صحيح. قطر عملت كده، كل الناس بتعمل كده. احنا شايفين ان احنا وحدنا في حته التحكيم. على فكره احنا خايفين نجيب حد يطلع لنا المصيبه، هيطلع كوارث. احنا مش عاوزين كده، احنا عاوزين بالتليفون يا عم معانا ماتش بكره، شوف لنا سين، حاضر هبعته لك، خلاص اطمن. لا ابعت لي فلان. ايه هو ده؟ يعني الانديه حكم عمل خطا معاه في مباراه وما يغيب عن مباراتين او ما يحكمليش تاني؟ يعني لا، اذا انت ما فرضتش سيطرتك كاتحاد كوره على الانديه الكبيره من اجل انك تحكم وتعمل بطوله يبقى لها قيمه، يبقى فيها يعني ايه. بنتكلم على التحكيم لنا سنين، ما خدناش خطوه واحده قدام. ده كل واحد جايب اخوه وابنه وابن عمه وابن اخوه وابن خاله. ايه في ايه يعني؟ هم دول اللي ليهم الحظ، بس هم دول اللي يدخلوا في الدائره دي. هنقعد نحن في المساله دي؟ يعني كل واحد يجي في مكان يجيب يحط اللي ليه، وناس التانية ما شفناش، ما حدش شافها. وفي ناس كتير على فكره راحت في الرجلين واتظلمت، تكون عندها شخصيه وتحاربت وانتهت. وانتهى مشوارها، قطع رجلها، خلاص ما عندكش فرصه. هيبقى قريب فلان وعلان وابن اخ فلان وابن عمة فلان. فالدنيا هنا المشهد هنا ايه؟ هنا خلاص كده. اللي بيديروا الفتره اللي فاتت هم كانوا عاوزين عجيبهم الوضع، ومشوها بايه؟ بجلسات العرب و100 في جلسات عرب. والنتيجه كان ايه؟ ظهور المنتخب زي ما انت شفت. فين؟ في كاس العالم بالصوره اللي انت شفتها. ثانيا انت لما تجيب حد من بره من انجلترا
الدوله اللي هي الاقدم هي والدوله لها من المانيا من فرنسا من اسبانيا، تجيب حد تشوف له تعال اقعد معانا احنا عايزينك، تعال نقعد معانا 3 شهور كده وقول لنا نعمل ايه، شوف لنا حل في المشهد، مش عيب رتب لنا مش عيب طبعا، وقول لنا تقييم الناس دي ازاي، ازاي اختار الحكم مثلا الاولويات، انت ما عندكش الكلام ده يعني ما ينفعش يعني. يعني عايز اقول لك ايه، المشهد كده احنا داخلين في سكه يا جماعه تعصب بيطل بوجهه القبيح، وكلام بنشوفه وناس بتشارك في تدمير العلاقات بين الجماهير، وناس مسميه نفسها اعلاميين هم ما لهمش علاقه ودخلوا الاعلام من باب الغلط ومن اكبر الخطر على اللي بيحصل. ما ينفعش ما ينفعش عشان تتعادل في ماتش تطلع تقول لي ابعت رساله للرئيس الاتحاد الدولي، ابعت مش عارف مين، الحقونا، غلط الكلام ده يعني. مش ده هو، لا يمكن ده يكون اعلام اصلا ولا يمكن توجيه، ما لما الجمهور يعمل ايه؟ هو يعني ما يعني يعني ايه ان انا يعني ايه ابعت لرئيس الاتحاد الدولي ان فرقتي كان في خطا تحكيمي وتعدت ماتش؟ يعني برضو مش مستوعبه يعني مال رئيس الفيفا بجزئيه يعني صغيره كل واحد هيبعت كده يعني مثلا أيوة يتعادل يعني فريق يعني هو ده المنطق يعني انا يعني مش فاهم الرساله ايه اللي هيحصل يعني. لما تبعت لرئيس الاتحاد الدولي ولا لما يبعت لرئيس لجنه الحكام في الاتحاد الدولي يقول له تعالى شوف لنا التحكيم يا عم تعالى عاوزين نطور، طب ما الناس تتكلم على مساله التطوير، فين التطوير فين الشغل؟ ما فيش يعني. عاوز اقول لك الملف ده هيقعد كده ومش هتتغير حاجه، وهنعيد لنا الايام ان شاء الله وهنقعد نتكلم مع بعض. بس برضه عاوز اقول لك على حاجه، بص ونقعد نقول لك التحكيم الافريقي ها ونقعد نتكلم ونشوف اداء حكامنا برضه، خلي بالك اداء حكامنا برضه في المباريات الافريقيه اللي بيشاركوا فيها برضه مشكله، بيعملوا مشاكل برضه بيعملوا مشاكل. ليه؟ ليه؟ لا في تقييم ولا في حساب ها. وانا طول ما انت حكم وعامل حساب صفارتك في اللي بره بتبص كده خلاص انت خرجت من الدايره، طالما لم تراعي ضميرك اذا كنت مش خايف من ربنا، خايف من ربنا اللي هو شافك في كل حته، خايف من اللي بره عشان اكل عيشك، لو كل واحد في مكانه يعني خاف من اللي بره ما خلاص خلصت الحدوته يا جماعه. ده انت مسؤول وانت في مكان المفروض يعني، لا يعني انت يعني واخد مسؤوليه وامانه اديها يا اخي، حتى لو حصل اي قرار بس خد القرار الصح. يعني انت تلقى لعبه نفس اللعبه في 3 مباريات تلقاها ب3 قرارات، قرار طرد ايوه فعلا، قرار انذار، قرار ما خدش بالي على فكره. طيب هات يا عم اللي خدوا الثلاث قرارات، تعالوا قول انت خدت ليه القرار هنا يعني قول لي. ثانيا لما يجي الحكم يغلط، الحكم يعني المفروض ان انا بعامل ايه يا كابتن هاني؟ عندي ابلان للمشهد، لما حكم يغلط مره ويكرر نفس الغلط مره ثانيه ويكرر اجيبه ثاني يعني اسال يعني فين التقييم فين التعديل اللي في شخصيته؟ يعني ايه المشهد يعني واحد زي ابراهيم نور الدين، شوف انت بتتعامل مع اللعيبه ازاي، وعارف لو واحد عمل له كده ها وبص له كده وفكره بنهايه البطوله العربيه ممكن كش او اللي حصل لك ها فاكر؟ ما ده بكلمك اهو ده يعني انا عاوز اقول لك ايه على شخصيه الحكم حتى بعد المشهد مع مثلا الحكم ده الحكم ده مثلا بعد مشهد البطوله العربيه كان الاول ليه نفسه انه يعتذر التحكيم، مش يكمل يختفي يومين ثلاثه ويقول لك ناس هتنسى، لا الناس مش هتنسى. فاللي انا عاوز اقول لك انت هنا في محنه وفي محنه هتبوظ المسابقه وهترمي شائعات وتفتح باب لمجال احنا في غنى عنه. ما تعدي الجزئيه دي يا سيدي وتاخد فيها قرار، هتاخد قرار تشيل الفار ده وتجيب خد قرار سريع يعني انا من المباريات اللي جايه هنعمل كذا خلاص لغينا مع هنا وجبنا الدين خلاص عملت قرار. تعالى مثلا قلت ولاد الحكام، طيب لو في ناس كويسه خليهم يتعلموا، لكن ما تعممش يعني بلاش نظام التعميم، اطلع اجيب حد عنده ضمير اقول له تعالى شوف لي حل، اكلم اجيب ناس من بره تعلمني. انت الجزئيه دي هي على فكره دي نقطه من اول السطر، اذا ما نجحتش في تقييم التحكيم ستستمر المشكله ونعيش في نفس الدايره ويبقى بقى مشهد زي ما انت شايف. انا بتفق معاك في كل نقطه قلتها، خاصه حتى على جزئيه الاعلام، والاعلام والاستوديوهات التحليليه ممكن بناخد وقت طويل قوي في تحليل والحكم بياخد قراره فيها في جزء من الثانيه، فده جزء احاسبه على ايه؟ طبيعي انا بكلمك على جزء مهم جدا ان الحكم الحكم في احكام في حكام بتخطا. بص حضرتك هي الاخطاء بتعى من ايه؟ مش من حلو قوي لكن ولا ايه بقت غير مسموحه دلوقتي. في اخطاء يعني في اخطاء كتيره جدا يعني بتتاثر بيها نتائج الفرق وبتتاثر بيها نتائج بطولات كبيره جدا، فعايز اتكلم تاني
ان النادي الاهلي بيعاني كتير جدا من الجزئيه ديت. النادي الاهلي بيعاني فعلا، ولما النادي الاهلي بعت بيان بيقول يا جماعه للمصلحه العامه ما بدورش على مصلحتي، لكن من كتر بقى ما خلاص احنا اكيد بنحترم التحكيم وبنقول دايما احنا سبورت للحكم المصري، لكن لما يكون اخطاء بهذا الشكل اكيد بيكون النادي الاهلي ليه موقف. والنقطه اللي حضرتك اتكلمت عليها كمان موضوع الاعلام، يعني انت بتتكلم هفكرك بحاجه قد كده، هقول لك بس يعني جزئيه، انت بتتكلم على ميدو طبعا بيطلع ويتكلم، ميدو حبيبي وصديقي، يعني الفكره نفسها انك بتبعت للرئيس الاتحاد الدولي علشان انت كنت شايف ان في فرقه اتظلمت. طب ما انت كمان ميدو كان جايب حكم انجليزي وورى له الهدف بتاع ايمن اشرف، ايه اللي حصل يعني؟ والحكم الانجليزي قال له ده هدف 100%. طب ما كنت بعت كمان ميدو كمان ايميل عشان يعني تبقى العمليه صح يعني. الموضوع الاعلام برضو الاعلام لازم برضو يبقى في الجزء ده لازم واحد انت مسؤول حريص جدا يعني. لا انت مسؤول لانه الكلمه بالنسبه لك مهمه جدا. الاخطاء في كره القدم والاخطاء بتستفيد منها كل الانديه، مش بيستفيد منها نادي واحد. سيبكم من الفيلم اللي بيتعمل والقصه، عشان لو احنا جينا حللنا ومسكنا كل مباراه هيبقى في كلام كتير يطلع. احنا مش عاوزين ندخل في المشهد وشغل المشجعين. صحيح دلوقتي في اعلاميين تحول المشجعين خلاص بيدافع عن اكل عيشه بطريقه وباخرى. احنا بنتكلم على ايه؟ انه القانون يطبق على اللي فوق قبل اللي تحت. صحيح اذا ما طبقش القانون على فوق يبقى في عدل كامل على قدر المستطاع، انك انت بتدي لكل واحد حقه. صحيح. مش اكتر من كده. بعد ما تدي كل واحد حقه خلاص اللي يكسب يكسب واللي يخسر يخسر. مش هو ده هو ده الصح، لكن ما تقولش تبقاش القرارات حسب الاهواء. ده النهارده حصلت مشكله مع الاهلي في مباراتين فجاه جمل لا 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 مش محتاج مجاملتك، نادي مش عارف ايه حصل له اخطاء فجي بعد الماتش يجيب له حكم والنبي سهل مشي عدل الامور يلا يا عم خلص زي حكم ايه ونبي مزوق اديني ضربه جزاء. شوف اي لعبه زي ما حكم اترمي في منطقه الجزاء وخد ضربه جزاء. المشكله فينا احنا مش عاوزين نقترب من ملف التحكيم. اتوعدنا بانه هيبقى في اكاديميه وناس وتجيب ناس ويبقى في دراسه واختيار ناس وتعمل لها كشف هيئه صح واجيب ناس خبراء يختاروا الناس وعلم ودرس ونزل ودرب يعني المساله هي كده. لكن لو ظلينا في الدايره دي انا بقول في مجموعه من الحكام يعني عمرهم الافتراضي بالنسبه للدوري الممتاز ودور الممتاز به انتهى خلاص. الناس دي خلاص بقت مكشوفه ولا صح، واللعيبه نفسيا بقى ما عندهمش هيبه منهم. وبعدين الحكم اذا ما امتلكش الهيبه وانه يبقى عنده ميزان يتعامل مع القوي وزي الضعيف، لكن في حكم يجي مثلا قدام نادي الزمالك ما يقدرش يتكلم على نادي الزمالك، يجي قدام الانديه اللي على قدهم ما عندهمش جمهور ما عندهمش صحافه يشوفوا اسد. احنا نفسنا يا استاذ محمود الامور توصل للجزئيه اللي حضرتك عاوزين نتكلم عليها. يعني ايه طبيعي العدل طبيعي جدا للجميع. على فكره يا القوانين تطبق على الكبير والصغير، وان في يوم من الايام نشوف عندنا في الدوري المصري ان ما فيش ولا مسؤول ولا لاعب ولا اي حد يقدر يتكلم على التحكيم، ونشوف كمان ان الحكام على ذلك الحاجه. الدوري اللي فاز بيه النادي الاهلي السنه اللي فاتت السنه اللي قبلها، تعرف مين اللي انقذ النادي الاهلي في السنه اللي قبلها في الدوري؟ الحكام الاجانب. مش كانت كل شيء اغلب المباريات حكام اجانب؟ ها؟ سواء لبيراميدز او لنادي الزمالك مش اغلبهم كان نادي حكام اجانب؟ احنا نفسنا اغلب المباريات اللي خسرت فيها الانديه دي والاهلي الاهلي في مبارياته، حتى لما بجيب حكم اجنبي بعض الاحيان بجيب حكم اجنبي بجيب حكم اجنبي معروف. بجيب بريح الدنيا، فانا عاوز اقول لك الناس اللي بتتكلم على اسلوب التحكيم المصري بتاع يا جماعه هذا الامر في غايه الخطوره، انك كمان بتنال من السمعه وبتشكك في الكل. ما يصحش، المفروض يبقى في حساب على الكلام ده. يعني ما فيش حد اي حد يطلع يتكلم على التحكيم. زي ما انا بحاسب الحكم لو اخطا اعاقبه، كمان اللي بيطلع بينال من التحكيم وبيدي الفرصه بيفتح باب لزرع الشك والكلام ده لابد انه يتحاسب يبقى مسؤول، لانه دي ده استقرار. يعني ده استقرار بلد، ده جزء مهم جدا، جزء مهم جدا محتاج برضه ومحتاجين. عاوز اقول لاحمد مجاهد ايه، عاوز برضه دي من الجزئيه المهمه جدا، انك انت برضه محتاج يبقى فيها ايه، فيها تفكير. الحكام الحاليين المساكين غالبا مش في ايدهم حاجه، ما عندهمش قدراتهم. بص قدراتهم محدوده برضه. احنا يعني قدرات الحكام على في مواهب وفي شخصيات، لكن احنا محتاجين وقفه بجد في التحكيم. لا لا بص بعد اللي بيحصل ده اذا ما كانش في وقفه لا في قرارات مش هيبقى الوضع اكيد في كده. وقفه وهتبقى وقفه قويه جدا اعتقد كمان مع قدوم اتحاد كوره جديد ان شاء الله. تقنيه الفيديو كمان تساعد الحكام على الظهور بشكل افضل، لكن يعني نتمنى طبعا اولا للتحكيم التوفيق اولا واخيرا. احنا تاني سبورت للتحكيم، وان النادي الاهلي دايما سبورت للحكم المصري، لكن
دايما عندنا المصلحة العامة كمان مهمة جدا. كل اللي بيعمله النادي الأهلي دفاعا عن حقوقه وده شيء مشروع، وكمان دفاعا عن المصلحة العامة للدوري كله. أستاذ محمود بنشكرك شكرا جزيلا، ودايما يعني بتسعدنا وبتنورنا. الله يخليك كابتن، شكرا شكرا جزيلا، كنت في خفيف إن شاء الله. دي كانت نهاية فقرتنا الأولى، معانا فاصل، وبعد الفاصل ممدوح الششتاوي، طبعا ده المدير التنفيذي للجنة الأولمبية وكمان رئيس لجنة الإعاشة وفي كاس العالم لكرة اليد، اللي بيقوم بمجهود أكتر من رائع على مستوى التنظيم، هيكون معانا هنا في البيت الكبير بعد الفاصل.